جدعان؟ انت عمال بتجزبص ومش مركز في الطريق. ده انا فارس الخواجه ما يتعملش معايا حاجه. هات اي اثبات شخصيه يقول انك فارس مش حسن. حاجز فين يا باشا؟ احيه انت خايف من التعبان مش كده؟ فارس الخواجه ما يخافش من اي حاجه الا التعبين. ازاي حضرتك؟ لما نقول لك ان انت حسن انت حسن. انت يا جدعان انا اسمي فارس الخواجه الله يخرب بيوتكم. انت جننت يا فارس؟ فارس انا اسمي حسن. هاخد عربيتك واصلحها عندي في التوكيل. انا قاعده عند واحده صاحبتي لحد ما تظبطها لي. اظبط مين؟ صاحبتك؟ هو انت ليه جايباني اداره القضاء العالي؟ لا ده بيتنا. ايه ده؟ انت ابوكي رائد فضاء؟ لا بيلعب شيشه. الدنيا مترو والشمال كترو. فريده مراتي. بقول لك مراتي احسن علاج لحالتك دي الخل والبول. اجيب لك بول. تحب الاسد يتعشى بيك ولا ينام خفيف؟ ينام خفيف يا بوليفارد. يا الواد ده ذكي زياده عن اللازم. يا يكون صاحبك اشتراها. اقسم بالله لما موتهم بايديا. وانا اجل انت بتعمل كده ليه؟ سكس مليون دولار بيبي.